نروح إلى افتتاحيتنا والخبر الافتتاحي. تخيلي شعار تخيل أكثر. أعلن هذا ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن انطلاق موسم الرياض اللي 2021 انطلاق اليوم بمساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع مكونة من 14 منطقة. سيتضمن الموسم الجديد مزيجا من التفرد التشويق العصرية كما قال المنظمون، لجعل العاصمة السعودية حاضنة كبرى ووجهة مفضلة على مستوى العالم بما توفره من نشاطات مختلفة وممتعة. سبعة ملايين هو عدد زوار موسم الرياض عندما أقيم للمرة الأولى عام 2019. 5.4 ملايين متر مربع هي المساحة التي تتوزع عليها مناطق الموسم الأربع عشرة، والتي تستضيف أكثر من 7500 فعالية في هذا الموسم، موسم 2021. أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية هو عدد الفنانين الذين سيشاركون في المسيرة الافتتاحية. 300% هي نسبة توسيع مناطق البوليفارد عما كانت عليه في الموسم السابق، و 40% هي نسبة الزيادة في مساحة منطقة الألعاب الشتوية التي تضم 53 لعبة، و 20 مليون شخص هو العدد المتوقع لزوار الموسم هذه السنة. المزيد ينضم إلينا من الرياض وبالقرب من موقع البوليفارد مراسلنا سالم الراجح. صباح الخير يا سالم. صباح الخير مروى لك والعادل. أهلا بك. يعني تبدأ الفعاليات موسم الرياض اليوم مع مفاجآت غير مسبوقة لعام 2021. خلينا نعرف يعني ما هي الاستعدادات، ما هي الفعاليات التي ستكون حاضرة ابتداء من اليوم؟ نعم، كما ذكرت اليوم هو الانطلاق الرسمي لموسم الرياض في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التي أقيمت في عام 2019. هناك ترقب كبير لانطلاق هذا الموسم. طبعا حفل الانطلاق الذي سيقام عند الساعة 9:30 من مساء اليوم الأربعاء سيكون في مسيرة من أكبر المسيرات في السعودية. نتحدث أيضا عن عروض وألعاب نارية ستقام في هذه المسيرة، وأكثر من 1500 مؤدي بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى أكثر من 2700 طائرة الدرون لمشاهدة الفعاليات أو لمشاهدة المسيرة بشكل أوضح وأكبر. هذا فيما يتعلق بحفل أو مسيرة الافتتاح التي ستكون في مساء اليوم الأربعاء. أما عن الفعاليات الخاصة بالموسم الذي سيستمر حتى نهاية مارس المقبل تقريبا 5 أشهر، فنرى من خلال الفعاليات المعلنة من قبل الهيئة العامة للترفيه بالسعودية هناك حرص على أن تكون الفعاليات مناسبة لكافة الأعمار والفئات. دعنا نرى الصورة بشكل أوضح لموقع البوليفارد، أحد المواقع التي ستحتضن فعاليات موسم الرياض. عودة إلى الفعاليات، فإننا نرى هناك
اهتمام بأن تكون الفعاليات تناسب كافة الأعمار والفئات، ما بين فعاليات ومواقع تحتضن ألعاب ومواقع تحتضن مطاعم ومقاهي ومتاجر عالمية، بالإضافة إلى حفلات غنائية وفعاليات وأحداث رياضية. كل هذه الفعاليات ستكون خلال الموسم. نعم عادل. سالم، اليوم يعني المستشار تركي آل الشيخ قال تخيل أكثر، وهذا هو عنوان الموسم، موسم الرياض. لوين نتخيل؟ لوين نوصل؟ شو اللي مجهزينه؟ ما تسرب شيء من يعني أنا واحد من الناس مثلا ناطر مباراة باريس سان جيرمان والنصر والهلال، غيري من الممكن ماذا يتوقع من هذا الموسم؟ في شيء؟ نعم، الشيء الذي يبعث على الانتظار أكثر هو أن الفعاليات في هذا الموسم خلال الخمسة أشهر القادمة ستكون فعاليات متجددة، بمعنى حتى المواقع الأربعة عشر ستتجدد كل فترة، بمعنى تتغير الفعاليات فيها، وهذا يساعد أيضا على زيارة المواقع أكثر من مرة في أوقات متفاوتة. طبعا الفعاليات هي معلنة عن الأشياء الرئيسية في المواقع الفعاليات، ولكن التفاصيل كما ذكرت ندعها لوقت زيارة هذه المواقع. حتى الآن لا توجد تفاصيل كثيرة، شوقنا أكبر بالنسبة للزوار. إذا ممكن وكان لدينا وقت نستعرض أبرز المواقع الأربعة عشر التي سالم حناخد أكيد هذه التغطيات في حلقات قادمة، لأنه لازم نتعرف على كل هذه الفعاليات. بلا شك راح نشتاق أكثر لأن نعرف المزيد. سالم ويانا إن شاء الله خلال الأيام القادمة. يعطيك العافية سالم الراجح.